يا أيها الإخوة المؤمنون، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أنزل الله عز وجل الجار منزلة عظيمة، وفي هذه الآية الكريمة بدأ الله عز وجل بالأمر بعبادته واعبدوا الله، ثم الابتعاد عن الشرك ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر الإحسان إلى الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين، ثم بعد ذلك جاء دور الجار، لنعلم أن الجار منزلته عظيمة في الإسلام وحقوقه كثيرة في الإسلام. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فما هو الجار الذي له علينا حقوق؟ قال بعض العلماء: الجار 40 دارا من كل الجهات. يعني الجار اللي كيتسالك الحقوق 40 دارا عن اليمين، و40 دار عن الشمال، و40 دار من الأمام، و40 جار من الخلف. وربما في ظل هذا البنيان المعاصر اللي ولاو الناس كيبنيو العمارات وكذا، ربما نقولوا حتى الناس اللي فوق منك والناس اللي تحت منك حتى هما جيران، لهم عليك حقوق، لهم عليك حقوق وواجبات. وقال بعض العلماء: الجار من تجمعك معه صلاة الجماعة في المسجد. البعض من أهل العلم قال لك الجار هذوك جيرانك هما اللي كتصلي معاهم في الجامع، يعني ملي كيجمعنا المسجد ديال الحي وكيقصدوا صلاة الجماعة ماشي صلاة الجمعة. قال لك الناس اللي كتصلي أنت وياهم في الحي كتصليو في الجامع، هادو كلهم جيرانك، كلهم جيرانك كيتسالوك الحقوق. وتوسع بعض أهل العلم بعض العلم وسع الدائرة مزيان وقال لك أهل الحي كلهم جيران، يعني الحي كامل هادوك الناس ديال السكان ديال الحي هادوك جيران ديالك. وقد قسم العلماء الجار إلى 3، الجيران 3: واحد كيتسنى حق، واحد كيتسنى جوج، وواحد كيتسالك 3. الجار اللي كيتسالي حق شكون هو؟ الجار غير المسلم وغير القريب، يعني واحد الجار ساكن حدايا ماشي مسلم، ليس مسلما، وما كيجيني والو في الدم، هذا كيتسالي واحد الحق وهو حق الجوار، واخا هو ماشي مسلم ما كيجيني حتى شي حاجه في الدم، ولكن كيبقى جاري كيتسالي الحقوق ديال الجوار. واحد كيتسالي جوج ديال الحقوق شكون هو؟ هو جاري المسلم، ولكن ما كيجيني والو، ما كيجيني ما عمي ما ولد عمي ما خويا ما ولد خويا ما والو، ولكنه مسلم وجاري كيتسالي جوج ديال الحقوق: حق الاسلام وحق الجوار. وكاين واحد الجار كيتسالي 3 ديال الحقوق، شكون هو؟ هو اللي جاري ومسلم وكيجيني في الدم، كيتسالي 3 ديال الحقوق: حق الاسلام وحق الجوار وحق القرب. اذا هذه انواع الجيران. ما هي الحقوق اللي كيتسالوها ديال الجيران ديالي؟ العلماء ديالنا لخصوا الحقوق ديال الجار في جوج ديال المسائل، جوج ديال النقاط، بمعنى ان العلماء استقرأوا نصوص الشريعه، جمعوا النصوص ديال الشريعه، جمعوا الايات، جمعوا الاحاديث، وجمعوا الاثار، وخرجوا لنا بجوج ديال العناصر. اشنا هما؟
قال لك النقطة الأولى أن تكف عنه الأذى، يعني كاع الحاجة اللي كتأذي الجار ما نديرهاش، أي حاجة كتأذي الجار كيما كانت هاد الحاجة صغيرة ولا كبيرة نبعد عليها. والثاني النقطة الثانية هو أن نبذل إليه الندى، يعني نحاول نكرمه. النقطة الأولى نكف عليه الضرار ديالي، والنقطة الثانية النفع ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وفي هذا نكتفي بحديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول هو حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قال له إذا طيبت المرقة، يعني المرقة اللي كيكون فيها اللحم وكيكون فيها السم وكتكون فيها الريحة، قال له كثر الماء. علاش؟ باش هذاك الشجر ما يبقاش فيه الحال، ماشي انت كتشوي في اللحم وجارك كيشم الريحة، وربما تكون الزوجة ديالو حاملا وكتوحم، وربما هو ما عندوش الاستطاعة باش يجيب اللحم وانت كتشوي حداه، هذا يؤذي الجار، يؤذي الجار. قال ليه بس خاصك كثر الماء باش ما تبقاش الريحة. وقال له ذوق الجيران ديالك، ذوق الجيران ديالك. وفي بعض الأحاديث أنه قال ليه إلا جبتي الفاكهة ما تخليش ولادو يشوفوها، إلا جبتي شي فاكهة غالية، شي حاجة غالية وعرفتي أنه ما يقدش عليها هو يشريها، دخلها سرا ولا ذوقوا منها. كل شيء هادشي باش ما نأذيوش الجار ديالنا. الثانية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال لك الجار ديالك إلا بغى يدير شي خشبة في الحيط ديالك أنت، يعني كانوا بكري الجار كيبغي يريب ليه البيت ديالو وكيحتاج يدير واحد الركيزة، كيحتاج يدير واحد الخشبة باش يقوي بها المنزل ديالو. قال لك إلا طلبك الجار ديالك بغى يدير ديك الخشبة في حيطك خليه، يعني قدم ليه المساعدة، قدم ليه المساعدة، بمعنى أن الجار كيما قدرت نفعو نفعو، إلا احتاج ليه في شي حاجة نكون بجنبه، نقدم ليه النفع ونكف عليه الضر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه.